الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. مجلس الأمن يفشل في تمرير مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. خلال زيارته لإسرائيل، بلينكين يحذر من أن الهجوم على رفح يهدد بعزل إسرائيل عن العالم، ونتنياهو يؤكد عزمه اجتياح رفح دون دعم أمريكي إذا لزم الأمر. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى العاشر من رمضان، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي. جاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. وجاءت خطبة الجمعة عن الذكرى الخالدة لانتصارات العاشر من رمضان وإرادة الله في عودة الحق وما سطره فيها أبطال القوات المسلحة من ملاحم البطولة والفداء لاستعادة أرض الوطن. في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت وزارة الداخلية بتنظيم احتفالية للأمهات بالمناطق الحضرية الجديدة بمناسبة عيد الأم. كما شارك شباب وطلائع المناطق الحضرية الضباط في توزيع الهدايا على الأمهات ونزيلات دور المسنين، وذلك انطلاقا من دور المبادرة في غرس قيم الوفاء لدى الشباب. استمرارا للدعم والتفاعل المتواصل بين وزارة الداخلية وشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، شاركت الوزارة هؤلاء الشباب الاحتفال بعيد الأم، حيث انطلقوا مع مأموريات وزارة الداخلية لتوزيع هدايا على الأمهات المسنات من أهالي المناطق الحضرية الجديدة، تأكيدا على روح المشاركة الاجتماعية لدى هؤلاء الشباب. أنا سعيدة النهاردة بوجودكم ومبادرة كلنا واحد لله، والبنت اللي جت قدمت لي هدية النهاردة دي كنت سعيدة بيها جدا. كل سنة حضرتك طيبة، دي هدية بسيطة من مبادرة كلنا واحد جيل جديد بتقدمها لحضرتك. ربنا ما يحرمناش منكم يا رب. اتعلمنا في مبادرة جيل جديد العمل الإيجابي والمشاركة الإيجابية في المجتمع، وده بالظبط اللي احنا عملناه النهاردة لما نزلنا مع الضباط ووزعنا هدايا عيد الأم، وده اللي بتعلمنا دايما من مبادرة الجيل الجديد ان انا ابقى ليا دور في المجتمع. انا مبسوطة قوي ان سيادة الرئيس افتكرنا هنا في معن وجاب لي هدية كبيرة قوي عندي وظباط، وانا اول مرة حد يجيني كده بالشكل ده واتقدر يعني. شكرا قوي للرئيس، شكرا شكرا لك كتير قوي قوي قوي. بكره نضحي علشان مصر ونوفيك منها طول العمر، اجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. لما تشوف ابطال حنفي يحمو يبنوا اليوم متشرفة بيكم منورة بيكم ان انتوا جايين لي تديني عيد الام قبل ولادي. شكرا يا سيادة الرئيس، جزاك الله كل خير على المبادرة الحلوة دي. انا والله كنت مبسوطة بالظباط النهاردة جوني ومعهم جيل جديد، ربنا يا رب يبارك فيهم، وجابوا لي هدية عيد الام، ربنا يبارك لهم يا رب. سيادة الرئيس ربنا يبارك لنا فيه ويديله الصحة يا رب. فرحانة جدا ان انا مع وزارة الداخلية بنوزع هدايا عيد الام، وفرحانة جدا لفرحتي ان هم اتبسطوا، وكل سنة وكل أم مصرية طيبة.
أنا بشكر الرئيس جداً جداً والداخلية جداً جداً، لأن عايشنا في حياة تانية خالص، حياة كريمة جداً. وزعنا الهدايا على الأمهات وإحنا كنا مبسوطين، ومبسوطين عشان شفنا الأمهات كمان مبسوطة. حرصت الوزارة على اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة إلى دور رعاية المسنات للاحتفال معهم بهذه المناسبة في تقليد جديد تسعى من خلاله وزارة الداخلية إلى غرس القيم الاجتماعية والإيجابية لديهم، استمرار لدورها في بناء النشأ وتعليمهم معاني الوفاء والتقدير لدور الأم في بناء الأسرة والمجتمع. لما تشوف أبطال حنفين يحمو يبنوا اليوم الدين. مبسوطين بالإحساس اللي عملتوا أنتم معنا، يعني حاجة حلوة قوي، كتر خيركم. ربنا يخليكم لنا ويخلينا الرئيس ويعيش ويجيب لنا ويعيش ويعمل لنا كل حاجة حلوة. كفاية ان انتوا جيتوا عشان تزورونا وتفرحونا، دي حاجة كبيرة قوي. لما تشوف أبطال حنفين يحمو يبنوا اليوم الدين. أمورة الصغيرة دي جات وأسعدتنا وفرحتنا، وربنا يكرمها إن شاء الله، لأن دي حاجة كبيرة عند ربنا. يعني طبعا أسعدت الناس الكبيرة دي لأنه في احتياج لحد يطبطب عليها. اتعلمت من مبادرة الجيل الجديد إن أنا يبقى عندي صلة رحم وأزور الكبار ويبقى أتعاون يعني مع الناس وأساعدهم. لما تشوف أبطال حنفين يحمو يبنوا اليوم الدين. احتفالات الوزارة بعيد الأم امتدت إلى تنظيم احتفالية لأمهات شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة من المشاركين في مبادرة جيل جديد بمنتجع عين الحياة التابع للوزارة، بحضور عدد من الشخصيات العامة، وهو ما يأتي في إطار نجاحات المبادرة في بناء شخصية شباب وطلائع هذه المناطق وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم. أشكر وزارة الداخلية على الجهد القوي والرائع في أن احنا خلينا شباب تقدر في يوم من الأيام تبني البلد وتحقق الأحلام دي. وجود الأمهات مع أبنائهم النهاردة ده بيعزز الفكرة اللي احنا عايزين نأكد عليها، ازاي يتعاملوا معاهم وازاي ان هم يحتفوا بيهم وايضا يكونوا فخورين بأولادهم. سعيدة بالنتيجة اللي وصلنا لها، سعيدة بالأفكار اللي الولاد بيقولوها، سعيدة بسلوكهم، سعيدة بثقافتهم، سعيدة بمساهمتهم. بشكر وزارة الداخلية وبشكرهم جدا على اهتمامهم بالأمهات، وبشكر سيادة الرئيس على المبادرة الحلوة دي. نشكر سيادة الرئيس على دعمه لأبناء المناطق الحضرية، إنه خايف عليهم عشان يطلع شاب كويس يعرف يتعامل مع العالم. في كلمة قالها سيادة الرئيس أنا بحبها جدا جدا، إحنا بنبني الإنسان زي ما بنبني الحجر. وطبعا بشكر وزارة الداخلية إن هي قامت بالمبادرة دي. كنت موجودة السنة اللي فاتت والسنة دي، ففي تطور في سلوك الأولاد وفي أحلامهم، في متابعة وفي اهتمام وفي طول الوقت عايزين نبقى أحسن، دي حاجة كويسة جدا ولازم نحافظ عليها طول الوقت. سيطرت الأجواء الرمضانية على الاحتفال، تواشيح دينية متنوعة تفاعل معها الحضور، حيث يأتي الاحتفال بعيد الأم هذا العام تزامنا مع شهر رمضان المبارك. وقد تم توجيه الشكر لوزارة الداخلية التي استطاعت أن تغير من هؤلاء الشباب وتزرع فيهم الحلم والأمل في حياة أفضل. بجد بشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس على اهتمامه بأولادنا، ويا رب دايما إن شاء الله رافعين راس مصر بإذن الله. وديتنا أمل لبكرة إن أولادنا يبقى حاجة حلوة وحاجة كويسة في المجتمع إن شاء الله بإذن الله. الاحتفالية شهدت توزيع هدايا عيد الأم على شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة ليسلموها لأمهاتهم في أجواء احتفالية، وهي تعبير عن التقدير لدور هؤلاء الأمهات في بناء أجيال جديدة قادرة على البناء والعطاء. بجد أنا كنت فرحانة جدا النهاردة لما شفت مامتي وهي طلعت تستلم الهدية وهي فرحانة. بحبك يا سيادة الرئيس،
عشان حضرتك عملت لنا الاحتفالية الجميلة دي وكرمت ماما. نجاح كبير لمبادرة جيل جديد، حيث غيرت المفاهيم لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، وعظمت من القيم الإيجابية لديهم، وفعلت من دورهم في خدمة المجتمع، وأكدت أن بناء الإنسان في مقدمة الأولويات مع توفير السكن الحضاري الآمن لهم. تستمر مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية التي أطلقتها وزارة الداخلية في سعيها الدائم لدعم شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وها هي تحتفل معهم بعيد الأم في تجسيد للأبعاد الاجتماعية لهذه المبادرة التي تسعى دائما إلى دعمهم ومساندتهم والارتقاء بثقافتهم وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار اتفاق بشأن المحتجزين. جاء ذلك بعد أن صوتت روسيا والصين العضوان الدائمان بالمجلس ضد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، وكان القرار قد دعا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريباً، من شأنه حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ما زالت مصممة على إرسال قوات إلى مدينة رفح بجنوب غزة، وستفعل ذلك دون دعم أمريكي إذا لزم الأمر. كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد التقى نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل لإجراء محادثات بشأن غزة، وحذر بلينكن من أن الهجوم على رفح يهدد بعزل إسرائيل عن العالم، مشيرا إلى أن واشنطن منخرطة بشكل مكثف في محادثات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة. وأضاف بلينكن للصحفيين في أثناء مغادرته تل أبيب أنه أجرى محادثات صريحة في إشارة إلى اجتماعاته مع مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 32,070 شهيدا، وإصابة 74,298 غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض. هذا وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وتنشر عشرات الدبابات والآليات في محيطه، كما نفذت طائراتها قصفا عنيفا للمباني السكنية في تلك المنطقة. أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتوجه إلى القاهرة وعمان في إطار زيارته السنوية خلال شهر رمضان، حيث من المقرر أن يزور مستشفى في العريش ورفح على الجانب المصري. يأتي هذا في حين استقبل مطار العريش اليوم الطائرتين 41 و42 القادمتين من المملكة العربية السعودية، وتحملان عددا من المساعدات الطبية والحقائب الشتوية والمواد الغذائية لأهالي قطاع غزة. مزيد من المعلومات يطلعنا عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين من مدينة العريش، نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. بداية دعوني أنقل لكم من خلال المتابعة اليومية لنا لحجم الشاحنات، تزداد عدد الشاحنات تباعا في مدينة العريش، سواء هنا في الطريق العام الذي نتواجد به أو حتى أمام المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر. هناك عدد كبير من هذه الشاحنات المصطفى لتذهب تباعا إلى معبر رفح.
رفح. إذا ما تحدثنا عن معبر رفح ودخول الشاحنات، عدد من هذه الشاحنات دخل بالفعل إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة، ثم وصول 90 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني بها عدد من المساعدات الإنسانية، لكن أهم هذه المساعدات هي المساعدات الغذائية، نظرا لأن التقارير الدولية تشير إلى قرب حدوث مجاعة داخل قطاع غزة بسبب قلة الغذاء وعدم وصول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية. نتحدث أيضا عن استمرار معبر رفح واستقباله للمصابين والجرحى. نتحدث عن أن المعبر اليوم استقبل 33 مصابا يتلقون العلاج الصحي والخدمات العلاجية الأولية وتشخيص الحالات داخل معبر رفح، ثم نقل الحالات المصابة بناء على حالات الجروح أو الكسور المصابين بها إلى المستشفيات المتخصصة. نتحدث أيضا عن مطار العريش الذي استقبل اليوم طائرتين، الطائرة 41 والثانية 42 القادمتين من المملكة العربية السعودية بها ما يقرب من 10 أطنان، بها عدد كبير من الحقائب الشتوية وحقائب الإغاثة والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية. استلم الهلال الأحمر المصري هذه المساعدات وانتقلت بالفعل إلى المخزن الاستراتيجي لحملها على الشاحنات التي ستذهب تباعا إلى معبر رفح المصري. هذه هي الصورة من مدينة العريش ومعبر رفح البري. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. أسفرت عمليات القصف الروسي التي استهدفت أوكرانيا على نطاق واسع عن مقتل العديد من الأشخاص، فضلا عن إصابة أكبر سد محطة دنيبرو في زابوريجيا. هذا وقد اعترف الكرملين بأن روسيا في حالة حرب في أوكرانيا بعدما واظبت موسكو على استخدام عبارة عملية عسكرية خاصة للإشارة إلى الهجوم الذي أطلقته على جارتها قبل أكثر من عامين. اقترحت بروكسل فرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الزراعية الروسية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفاة منها بهدف حرمان موسكو من عائدات لتمويل حربها في أوكرانيا. كان الكرملين قد حذر الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب الروسية، مشددا على أنه إذا تم تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستفادة من الأصول الروسية فستكون لها عواقب وخيمة على من اتخذ تلك القرارات. ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن خدمات الطوارئ أن حادث إطلاق نار وقع في قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي هول بالقرب من موسكو، وبحسب الوكالة فتح 3 على الأقل النار مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص في ظل محاولة حشد كبير من رواد الحفل الفرار من القاعة. كما أفادت وكالة تاس للأنباء بوقوع انفجار واندلاع حريق في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار. وذكرت تقارير إعلامية أن الهجوم المسلح أسفر بحسب المعلومات الأولية عن مقتل 40 شخص وإصابة العشرات. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان في قرية تغدلكة بمحافظة المنوفية. يأتي ذلك ضمن جهود التحالف لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.
تنظم اليوم جمعية الأرمان عضو التحالف الوطني بمحافظة المنوفية وبمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي معرضا لتوزيع الملابس مجانا بدار المناسبات الخاص بقرية توخ دلكة التابعة لمركز تلا محافظة المنوفية. طبعا معرض الملابس دوت كله بالمجان، واحنا مستهدفين الكرة طبعا لان الكرة هي فيها الأسر الأكثر احتياجا عامة في مستوى المحافظة، وده مش أول معرض. احنا طبعا بنعمل المعارض دي من حوالي من 3 ل 4 مرات كل شهر إن شاء الرحمن، يعني شهريا بنستهدف أكثر من حوالي 1200 أسرة تقريبا. يعني المعرض ده كله بالمجان طبعا عن طريق البحث والتحري عن الحالات المستحقه في القريه، بنقدر ندخل الناس اللي هي تستحق على حسب عدد الاسر اللي هي فيها. اليوم النهارده طبعا معرض ملابس بالتعاون مع جمعيه الارمان، طبعا معرض جميل جدا بمستوى عالي، ملابس جوده فخمه جدا، مش عايز اقول ان اغلبها جديده بشكل مشري لسه جديد. طبعا ده بيلبي طلبات الافراد الموجوده عندنا او المستفيدين الموجودين عندنا في الجمعيه، خصوصا ان احنا في داخلين على العيد، ويمكن مع ارتفاع الاسعار او ارتفاع اسعار الملابس ده طبعا هيوفر عبء كبير او يشيل عبء كبير عن الاسر الموجوده في الكوره عندنا. والحمد لله الناس اجتهدت ان هي توفر ملابس بجوده عاليه جدا، تعتبر كلها جديده تقريبا، شوزات جديده برضو، شنط جديده بكميات كبيره الحمد لله. يمكن النهارده ناس كده بتستفيد، مش عايز اقول رقم محدد عشان برضو صعب، لان ناس كثيره النهارده الحمد لله هتستفيد، وان شاء الله لسه لحد بعد الفطار برضو. التجهيزات كانت شغاله من امبارح تقريبا يوم كامل، فرز الحاجه لو حاجه مش سليمه، حاجه مش مظبوطه، حاجه عايزه تتظبط، فكل حاجه تقريبا جودتها جديده جدا. حبيت ان انا اعمل تطوع خيري واشارك مع جمعيه الارمان والتحالف الوطني وساعد الاسر المحتاجه والمواطنين. والله احنا في ايام مفترجه وشهر رمضان الكريم، واحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعد اللي نقدر نساعده من الناس المحتاجين في البلد. احنا بننظم المعرض النهارده للملابس في كل الفئات، للشباب للاطفال الحريم، وربنا يتقبل منا يا رب. احنا هنا طبعا عاملين معرض ملابس تابع لجمعية الأرمون. طبعا احنا عندنا هنا فرزنا الهدوم اللي موجودة وطلعنا طبعا الكويس منها جدا وعرضنا للناس علشان طبعا الناس تختار منهم. كمان الناس مبسوطة جدا بالحاجة اللي موجودة، واغلبها حاجات جديدة جدا خالص غير مستعملة. وطبعا يعني كل شخص ليه 4 قطع او 5 قطع على حسب يعني اللي موجود، وكل الناس تخرج مبسوطة يعني. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية توزيع وجبات إفطار رمضاني على الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. استمرارا للحملات والتفاعل والتشارك مع التحالف الوطني للعمل الاهلي، النهارده جمعيه رساله محافظه اسماعيليه بتقدم 4000 وجبه سخنه افطار لاهالينا الاولى بالرعايه داخل محافظه اسماعيليه، استكمالا للمسيره اللي بداناها من يوم 1 رمضان، وان شاء الله مستمرين لاخر الشهر بامر الله. شهدت محافظة الإسكندرية تنظيم مائدة إفطار سفرة العيلة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر رمضان المبارك. ويبدأ العمل في مطبخ المائدة يوميا لتجهيز وجبات الإفطار للصائمين، فضلا عن تجهيز 4000 وجبة ساخنة للإفطار يتم توزيعها يوميا على الأسر الأولى بالرعاية بالعديد من مناطق المحافظة.
نظمت مؤسسة حياة كريمة قوافل السعادة في محافظة الجيزة تحديدا في منطقة حدائق أكتوبر التي توفر عددا من الأنشطة الترفيهية والندوات التوعوية. وتتواجد قوافل السعادة التابعة لحياة كريمة في ثلاث مناطق، وهي دهشور منطقة 247 وصولا للنقطة النهائية، وهي منطقة 104 بالإسكان البديل في حدائق أكتوبر. في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة، أطلقت المؤسسة قوافل السعادة في عدد من المحافظات ومن بينها محافظة الجيزة، بهدف إدخال البهجة والسرور على المواطنين من مختلف الفئات العمرية. فكرة قوافل السعادة بدأت معنا مع اليوم العالمي للسعادة بالاحتفال بها، فقررنا احنا نشارك أهلنا في اليوم ده عن طريق ان احنا نعمل لهم قوافل للتوعية، وفي نفس الوقت تبقى ليها حاجات هدايا للأطفال، وده طبعا بالشراكة طبعا مع صندوق الأمومة والطفولة وصندوق مكافحة الإدمان، وطبعا مع مؤسسة حياة كريمة. مبادرة يوم السعادة، وحبينا نعمل نفس الديزاين او نفس اليوم البروجرام اللي بيمشي معاه، وفكرنا ازاي ان احنا نخدم اهلنا في المنطقة ونعمل لهم يوم جميل وترفيه كويس، في نفس الوقت ان احنا نهتم بصحة المواطن ونشجع الناس على التطوع معنا في حياة كريمة. تتضمن القوافل وجود سيارة متنقلة لتقديم التوعية بشكل ترفيهي تعليمي، الى جانب توزيع بعض الهدايا، كما تتضمن عقد فقرات ثقافية فنية، الى جانب عمل المتطوعين على تجهيز إفطار لألف أسرة داخل مدينة حدائق أكتوبر. عايزين نوصل للناس إن إحنا موجودين معاهم، يعني في أي حاجة مفيش فرق بيننا كلنا، يعني كان أحسن يوم إن إحنا نيجي نفطر معاهم ونشاركهم حاجة زي كده. النهاردة عموما إحنا بنعمل إفطار لألف بني آدم، من كل الحاجات موجودة في كذا فعالية بنعملها النهاردة، في حفلات لأطفال ويعني توزيع وكده. حياة كريمة عموما بتقدم حاجات كتير جدا، زي في توعية ضد المخدرات وندوات عموما عن يعني الحياة وازاي نقدر نساعد الناس. بنبدأ توعية من صندوق مكافحة الإدمان، ثم بنبدأ بإفطار الصائمين وتوعية وإرشاد اللي بيقوم به الأزهر الشريف. في قافلة كاملة بتبدأ من فطار للساعة 10 بالليل. المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحرص على المشاركة في كافة الاحتفالات والمناسبات عن طريق تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، والتي من شأنها ضمان حياة كريمة لمختلف الفئات. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع جامعة سيناء قافلة طبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمركز مدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية. وقدمت القافلة خدماتها المجانية في إطار المبادرة لتوفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين وتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا. الرئاسية حياة كريمة نظمت جامعة سيناء قافلة طبية متنوعة بها عدد من التخصصات بمركز ومدينة القنطرة غرب، وتم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد كبير من السيدات من مواطني المدينة، بالإضافة إلى تقديم خدمات توعوية وإرشادية. احنا النهاردة كمؤسسة حياة كريمة بالاشتراك مع جامعة سيناء بنقدم خدمات طبية لأهلنا في القنطرة غرب في الشؤون الاجتماعية، والحمد لله أكبر عدد قدرنا إن احنا نوفر له الخدمة الطبية، وكان في إقبال كبير جدا، وكان في صرف علاجات وكان في تحاليل، والحمد لله في الفترات الجاية بإذن الله كمان هتكون في قوافل باستمرار لأهلنا في القنطرة غرب والضواحي. في سلسلة قوافل طبية شاملة بنقوم بها، قبل كده طلعنا في قرية فنارة، النهاردة مستمرين في القوافل الطبية ومساعدة أهالينا. احنا النهاردة في دار مسنين بنتعاون مع حياة كريمة، بنقدم بعض المعونات العينية والمادية، في توعية معنا الطلبة ودكاترة من الأقسام المختلفة بيدوا توعية عن التغذية. القافلة قدمت خدماتها المجتمعية المجانية في إطار حرص الجامعة على المشاركة المستمرة والفاعلة بمشروع القرن، مبادرة حياة كريمة من أجل توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين وتسخير الإمكانات المتاحة لخدمة الأهالي في المناطق الأكثر احتياجا. حياة كريمة النهاردة جاية القنطرة غرب قافلة طبية بالتعاون مع جامعة سيناء، إن شاء الله النهاردة جايين لأهلينا خدمة أهلينا،
واحنا كمتطوعين جايين النهارده نخدم اهالينا وعلى اكمل استعداد. اشكر حياه كريمه وسياده الرئيس اللي هم وقفوا معانا وجهزوا معانا وجابوا لنا دكاتره وكشفنا وكتبوا لنا العلاج وشكرا ليهم. احنا بنشكر طبعا حياه كريمه، بنشكر جامعه سينا لوجودهم النهارده في المكان، وطبعا دايما حياه كريمه سباقه بالخير، ويعني احنا حاسين بيه في الانطره هنا وحاسين بشغل حياه كريمه في الانطره. وتستهدف المبادره الرئاسيه حياه كريمه القرى الاكثر احتياجا وتحسين مستوى الحياه للفئات المجتمعيه الاولى بالرعايه على مستوى الجمهوريه، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليوميه المقدمه للمواطنين وبخاصه في القرى. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة السعادة بقرية الأحراز بشبين القناطر في محافظة القليوبية. تهدف هذه الفعالية إلى رسم البهجة والسرور على وجوه الأطفال، بالإضافة لظهور الشخصيات الرمضانية وفنانيس لالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال. احنا النهارده موجودين في مركز مدينه شبين القناطره، تحديدا قريه الاحراز، انطلاق مبادره قوافل السعاده، مستهدفين 1000 اسره مائده طعام موجوده في قريه الاحراز وتحديدا في مركز الشباب. معانا شراكه المجلس القومي للامومه، صندوق مكافحه وعلاج الادمان، وزاره الثقافه، وعاملين انشطه اخرى هتتم على مدار اليوم. احنا النهارده موجودين بالتعاون مع مؤسسه حياه كريمه علشان نوصل رساله الصندوق للاسر وللاطفال وللشباب ان انت ازاي تقدر تقول لا للمخدرات. ده بيتم من خلال مجموعة من الأنشطة المختلفة. أول حاجة الأنشطة اللي خاصة بالأطفال زي ما أنتوا شايفين كده، بيبقى في مجموعة من الأنشطة واللعب اللي بتناسب المرحلة العمرية علشان في الآخر نقدر نوصلهم رسالة إن أنت تقول لأ للمخدرات وللتدخين وما تجربش. بيبقى في نشاط تاني إن شاء الله، هيبقى في نشاط تاني مع الأسر من خلال لقاء توعوي كبير إن أنت إزاي تقدري تكتشفي إن في البيت في مدمن. طب أنا لو اكتشفت إن البيت في مدمن ممكن أقدر أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ ده اللي إحنا بنوصله لهم من خلال الخط الساخن، إن إحنا بنقول لهم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في حاجة اسمها الخط الساخن، ده بيعالج في سرية تامة وبالمجان، وموجود هنا في المحافظة في مكانين، مستشفى بنها للصحة النفسية ومستشفى الخنكة للصحة النفسية. كمان بيكون معانا النهاردة أخصائي نفسي موجود من الصندوق عشان لو أي حالة للأسر ظهرت بيقدر يتعامل معاها بشكل مباشر ويحولها للمراكز العلاجية المتخصصة. بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة وبالتزامن مع ذكرى انتصارات العشر من رمضان، بتطلق مؤسسة حياة كريمة قوافل السعادة، وهي عبارة عن قوافل متنقلة بتجوب قرى الوحدة المحلية، بتقوم بتقديم التوعية عن طريق ترفيهي زي مسرح العرايس وحوار الأرجوزات، وكمان عن طريق المشاركة مع وزارة الثقافة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. كمان بنقوم بتوزيع بعض الهدايا والألعاب التعليمية على الطلاب اللي بتساعدهم على تنمية الذكاء وتنمية القدرات العقلية. بدأنا عندنا أكتر من 18 مشروع في أكتر من 12 قطاع بتكلفة أكتر من 30 مليون جنيه، شملت البنية التحتية والبنية الخدمية وبنية ومحور بناء الإنسان. النهاردة إن شاء الله إحنا موجودين في مركز الشباب، واحد من المشروعات اللي كانت اهتمت بها المبادرة في البداية من خلال عمل الملاعب الخاصة بالمركز وتطوير المبنى الإداري الخاص بالمركز. المنطقة بالكامل هنا فيها المجمع الخدمي والمجمع الزراعي والمركز الطبي ووحدة طب الأسرة والوحدة المحلية، بقت مجمع خدمات متكامل موجود في قرية الأحراز، واللي كان قبل كده مجرد مجموعة من المباني المتهدمة لم يكن لها استغلال الأمثل في البداية. يمكن احنا من خلال مبادرة حياة كريمة بنشارك معاهم من خلال بندي توعية للأطفال، بنعرفهم ايه حقوقهم، ايه هو خط نجدة الطفل وازاي ان هم يقدروا يتصلوا بيه لو في اي مشاكل قابلتهم، سواء تنمر سواء اي حاجة تقدر ان هي بتسيء للأطفال يقدر ان هو عن طريق خط نجدة الطفل ان هو يلجأ اليها. وبرضه بنعرفهم ان في موجود لجان حماية على مستوى الجمهورية، في لجان عامة ولجان فرعية وهي منوطة برضه بالأطفال، بنعمل شراكة مع اللجنة العامة واللجنة الفرعية من خلال خط نجدة الطفل، وبالتالي هو بيخدم الطفل وبيقدم له كافة الخدمات. أنا استفدت النهارده، استفدت معلومات كتير قوي وحاجات حلوة اللي هي تفيدني وتفيد أطفال مصر كلها. أنا النهارده أنا ما كنتش أعرف حاجة عن رقم نجدة الطفل ده، بس النهارده لما قعدت مع هنا أنا عرفت حاجات كتير، وعرفت إن أنا لو حد اتنمر عليا أو حد اللي هو أذاني أو حد اعتدى عليا أنا اللي أقدر إن أنا أرن على الرقم ده وهو بالمجان اللي انا هم يحلوا لي مشكلتي. واي حد في مصر يعني اللي هو حصل معاه حاجه انا بنصحه اللي هو يرن على الرقم دوت، وانا يعني ما عملتش كده، بس ده انا اتعلمت ان انا انشر ايه على النت وحاجات اللي انا ما ينفعش انشرها وخصوصيتي ايه، والحاجه اللي انا تبقى دي خصوصيتي محدش يعرف عني حاجه خالص الا انا بس. We'll be right back.
نظمت وزارة الخارجية والمنظمة الدولية للفرنكفونية احتفالاً بالنادي الدبلوماسي باليوم الدولي للفرنكفونية. شملت الاحتفالية كلمات لعدد من ممثلي الدول التي تتحدث الفرنسية، بالإضافة لعرض عدد من الأفلام والأغاني التسجيلية التي تحتفي بأهمية الثقافة والمبادئ الفرنسية للدول التي تتحدث الفرنسية. شهر مارس هو شهر الفرنكفونية، والفرنكفونية هي مجموعة من المبادئ، مجموعة من الثقافات، مجموعة من الأنشطة، ولكن كلها بتتم باللغة الفرنسية. أنا النهاردة بمثل جامعة سنجور بالإسكندرية، الجامعة التي تستضيفها مصر من 34 عام، والتي تم تأسيسها بقمة الفرنكفونية في داكار سنة 89. مصر مهتمية جدا بهذه الجامعة بتعد الكوادر الأفريقية باللغة الفرنسية للتنمية في أفريقيا. مصر النهاردة بتبني حرم جامعي جديد في مدينة برج العرب الجديدة لمضاعفة عدد الطلاب الأفارقة الذين يتم إعدادهم للتنمية في أفريقيا. المبادئ والقيم والثقافة الفرنسية، ومنها السلام، ولذلك نحن نعلم مدى أهمية السلام في الشرق الأوسط مع ما يحدث في غزة، وهو فرصة للتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار. ونحن نعتقد أن هناك 3 ملايين يتحدثون الفرنسية في مصر، والدولة المصرية من أهم الداعمين للفرنكوفونية، وعلى رأسهم الرئيس السيسي. وهناك جامعة سنجور التي تعمل على نشر الفرنكوفونية ثقافيا وبفاعليات مختلفة. أدانت مصر بأشد العبارات حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. وعربت مصر في بيان عن وزارة الخارجية حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم، ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين. وأكدت مصر إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق. عن الأحوال الجوية والطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية.
ومن أخبار أحوال الطقس إلى عنوان الختام. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. مجلس الأمن يفشل في تمرير مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. خلال زيارته لإسرائيل، بلينكن يحذر من أن الهجوم على رفح يهدد بعزل إسرائيل عن العالم، ونتنياهو يؤكد عزمه اجتياح رفح دون دعم أمريكي إذا لزم الأمر. انتهت نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا سارة. مساء الخير يا محمد، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم بألف خير. متابعين ايه في مسلسلات رمضان؟ حقيقة انها السنة دي المتحدة بتقدم وجبة درامية متنوعة جدا. صحيح، يعني مسلسلات اجتماعية، مسلسلات للأطفال. حقيقة انها السنة دي منوعة جدا يعني. وملحوظ كمان يعني شوية كتير بطولات نسائية هذا العام، يعني يمكن اتكلمتي في الموضوع ده قبل كده، لكن مع بداية بقى نتفرج ونتابع لقينا فعلا انه بطولات نسائية كتير، ويمكن بيتعرض على القناة الأولى أكتر من مسلسل زي صدفة ومسار إجباري. مسلسلات جميلة الحقيقة. صحيح، ولسه كمان في ال 15 يوم الجايين في مسلسلات فيها بطولات نسائيه هتبتدي في ال 15 يوم الجايين، فان شاء الله الناس تكون مستمتعه بالاجواء الرمضانيه اللي دايما في مصر بتكون يعني ليها يعني اختلاف كبير وروح مش موجوده غير في بلدنا. صحيح. كل سنه وانتم طيبين، واستاذنكم بشكركم، بشكر كل صناع نشره التاسعه. نبدا حلقتنا.